السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد المزارعين قام بتخزين أحطاب القطن، هذه أحطاب القطن وقش الأرز. هذه المخلفات الزراعية بدل أن يتم حرقها يتم الاستفادة بها. هذا القش يتم دراسه أو تقطيعه ويستخدم علف للحيوان، أو يستخدم كما نعرف لعمل السماد البلدي، له استخدامات عديدة. والأحطاب لها برضو استخدامات عديدة يتم دراسها، وتدخل في علف، وتدخل في السماد العضوي، ولها فوائد متعددة، وتدخل في عمل الوقود. يعني في مصانع جديدة يتم صناعة الوقود من قش الأرز وأحطاب القطن. الفول البلدي بدأ يزهر كما نشاهد، أزهار الفول البلدي هي في نورات، تتكون في نورات كما نشاهد. بعد التلقيح والإخصاب تتكون القرون، الفول البلدي. الفول البلدي على اليسار، وهنا البرسيم من محاصيل العلف كما ذكرنا من قبل. أما الفول البلدي من المحاصيل البقولية، الفول البلدي من محاصيل الحبوب البقولية، هو محصول مشهور يعتمد عليه المصريون كما نعرف. ما نشاهده الآن حرص المزارع على زراعة نبات السريس أو غيره من النباتات أو الخضروات التي تستخدم، طبعا هو بهدف تكثيف الزراعي أو الاكتفاء الذاتي كما نعلم. محصول البرسيم كما نشاهده به نورات، نورة البرسيم التي يتغذى عليها النحل، نورة البرسيم الرائعة دي بتعتبر غذاء للنحل، أو بيتردد عليها النحل لأخذ الرحيق، ويسمى أحيانا عسل البرسيم، عسل يعني كل عسل القطن، كل عسل له موسم. هذه نورات البرسيم. طبعا البرسيم ده البطن الاولى لم يتم حشه بعد، والبرسيم من محاصيل العلف كما نعلم. وحرص المزارع هنا على زراعة الثوم على الجسور برضو بهدف التكثيف الزراعي أو الاستفادة من المساحات الفارغة.
نبات الثوم على جسور نبات البرسيم بنوراته الرائعة. وطبعا هذه النورة في بها مكونة من أزهار يتم التلقيح والإخصاب وتكوين بذور البرسيم. وسط الأشجار الرائعة هذه جولة في الحقول مع المحاصيل الشتوية. حرص المزارع هنا زراعة شتلات الكرنب على جسور أرضه برضه بهدف التكثيف الزراعي أو استفادة من المساحات. وهنا باذنجان أو الباذنجان شتلات كرنب صغيرة بهدف التكثيف الزراعي. هذا المنظر الرائع، الجولة بين الأشجار والشجيرات. الله أشجار الكازوارين الرائعة مع غروب الشمس ووجود الهلال. نباتات الكرنب هذا
هذا قرنبيط، هذه نباتات القرنبيط. تتميز بالورقة المستطيلة، القرنبيط يتميز عن الكرنب الورقة مستطيلة. إحدى مناحل العسل، وهذه هي الخلية اللافرانجي أو خلية لانجستروس كما نشاهد. مع أذان المغرب بتدخل أو يدخل النحل الخلايا، يدخل النحل الخلايا كما نشاهد مع أذان المغرب. ألاحظ تغطية الخلايا بالخيش أو تشتيتها كما نشاهد لحفظها من الشتاء أو برد الشتاء. هذا نموذج للعيون السداسية الشمعية.